رأيك في اعتزال توني كروس لاعب فريق نادي ريال مدريد؟ والله هي حاجة وحشة، بس يعني هو واخد 33 بطولة وممكن يعمل 35 اليورو والتشامبيونز ليج. كده هيأثر على الفريق طبعا. انا مشجع لريال مدريد، بس توني كروس ملوش بديل فعلا. يعني شفنا اشكال الوان من لعيبة، بس ما شفناش حد زي توني كروس، سواء في دقة اللعب بتاعه، وصوته، كل حاجة، تأثيره حتى في الملعب. يمكن مؤخرا يعني مش زي ما هو عايز، عشان انشيلوتي بيلعبه في مكان ان هو مش متعود عليه، اللي هو الارتكاز، بس هو برضه مؤثر وبرضه يعتبر لعيب عظيم. ما فيش زي جوانه، ما فيش زي لعبه، كل ريال مدريد بيتحرك بريتم توني كروس. طبعا لعيب عظيم طبعا، واكيد طبعا هيفرق طبعا مع لعيبه ريال مدريد طبعا، وهيفتقدوه جدا زي ما لوكا مودريتش كده. لعيب طبعا عظيم ومسيره كلها بالاحترافيه، وطبعا لعيب واخد 33 بطوله، ولو خد دوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد واليورو مع المانيا هيبقى واخد 35 بطوله، ولعيب اسطوره طبعا لن تتكرر طبعا. طبعا هيبقى خساره كبيره. توني كروس لعيب عالمي وكمان واخد 33 بطوله، ولو خد اليورو هيبقى 35 بطوله، طبعا هتفرق معاه جدا. والله تودي كروس المفروض ان هو بالنسبه لي انا كشخصيا يعني احسن خط وسط في العالم. اعتزاله هيبقى يعني هتزعل ناس كتير جدا، وهيبقى حاجه مؤثره جدا بالنسبه لينا كالناس اللي بتشجع ريال مدريد او اي حد عموما، لان مفيش حد يختلف عن قدرته. يعني هو مبدئيا انا برشلوني، بس هو طبعا من احسن لعيبه رقم 8 في التاريخ. طبعا بيعمل اسيستات حلوه جدا ما انكرهاش، ومن افضل اللعيبه، ومعاه تقريبا 33 بطوله. هو لسه هيلعب النهائي لدوري ابطال، ولسه هيلعب اليورو، فاعتقد ان هو ممكن ياخد دوري ابطال من بروسيا دورتموند. انا برشلوني، بس هو تقريبا هياخدها.